رح نبدأ أولى فقراتنا لليوم يا زينب، ورح نروح بمشوارنا الصباحي لحتى نحكي عن أهمية التطوير الذاتي اللي هو كحالة مستمرة ورغبة ذاتية بمبادرة بتبلش من الفرد نفسه، والتنمية بظل الظروف الحالية هي أكيد عم نتلقاها عبر الدورات يلي انتشرت عبر النت أونلاين، وخاصة يمكن في ظل الكورونا، وكيف فينا نحقق الفائدة أكثر ونستفيد، وخاصة إذا كانت أونلاين، وكيف فينا نحن نتفاعل مع أكثر. رح نحكي أكثر مع مريم العيسى، خبيرة تنمية وتطوير مهارات. صباح الخير مريم. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك مريم. يعني عم نحكي عن التطوير الذاتي، خلينا نحكي أول شيء نعرفه هيك بشكل عام، بعدين بنفوت بالتفاصيل. تمام. هلا التطوير الذاتي هو مثل ما حكيت ليا من شوي، هو خلينا نقول مبادرة، أو شخص يكون بحاجة لتغيير أو تطوير، أو مو شخص بحاجة، هو التطوير الذاتي حاجة لكل فرد ينمي مهاراته قدراته، يعني خليني أقول الأشياء اللي هو يعني عنده نقاط ضعف فيها، نقاط القوة اللي عنده إياها ينميها أكثر ويقويها أكثر. فهو إذا بتعرفي هرم ماسلو القاعدة الأولى، الأكل والمي والشرب، هو لازم ينحط هون، يعني لأنه صار كتير مهم. صحيح. اليوم بحياتنا يعني. نعم. يعني كتير عالم بتقلك خلص هلأ شو بدنا بهذا الحكي، نحنا بدنا ندور كيف بدنا ناكل، كيف بدنا نشرب، كيف بدنا نقضي حياتنا اليومية، ولكن دائما بنحب نضوي على جانب هو بيعطيك ثمار لحتى صحيح. يكون عندك حالة اقتصادية منيحة وشغل منيح وحالة نفسية مرتاحة. خلينا نحكي عن هي العلاقة، وعن يمكن التطوير الذاتي وتطوير المهارات قديش هي عن جد بتعطي رياحة نفسية. شوفي حبيبتي، خلينا نقول أول شيء كلمة ذاتي، يعني أنت قلتي، يعني أنا رح أخذ جوابي من سؤالك، قلتي إنه نحن في ناس بتقول اليوم بدنا ناكل، هو هذا ما بيمنع، لأنه أنت ممكن تطوري نفسك بدون ما تدفعي، بدون ما تطلعي برا البيت، بدون يعني هو التطوير الذاتي يبنى على انه الشخص نفسه ممكن هو يدور ويبحث عن معلومات معينه ويشتغل على نفسه ويطور ذاته، هو بعيد عن، او يعني هيك خطوه اولى، بغض النظر عن انه انا بعدين شفت شيء وحبيت روح اسال عنه اكثر وادفع وخليني اقول اعمل دورات. فهو بينطلق من الفرد نفسه وبدون تكلفه، يعني اليوم على الانترنت على كذا بيقدر يبحث، لانه اسمه تطوير ذاتي، يعني انا عم طور اولا ذاتي وثانيا بشكل شخصي، يعني مو ضروري مع لايف كوتش او مع مدرب. وشغلة تانية، يعني هلأ نحن بعد شوي كنا بنحكي عن موضوع الإنماء، إنه الشخص لما بيطور ذاته وبيطور مهاراته لحاله رح يلاقي عنده مهارات، خليني أقول، أو قدرات أو موهبة تدخله. الشخص اللي قاعد بيقول من لا يتقدم يتقادم، الشخص اللي قاعد وثابت وداير بنفس الدوائر بشكل ثابت له سنين، ما رح يقدر يلاقي ولا منفذ ولا بوابة أصلاً إنه هو يرجع يعمل دخل. لما بظرف الكورونا اليوم، لما بيصير الأشخاص مقيدين قاعدين بالبيت، ما بيقدر يروح، ما في حركة، ما في كذا، الأشخاص اللي يقدروا يطوروا من نفسهم ويقدروا يشتغلوا على الانترنت ويقدروا يطلعوا، هدول الأشخاص ما وقفت حياتهم، هدول الأشخاص استمروا وضلوا يشتغلوا وضلوا ينتجوا وضل عندهم إنتاج ولا كأنه تغير عليهم أي شيء. الشخص اللي ضل قاعد وضل خليني أقول معترض وضل عم بيقول شو هذا وشو هذا، هو الشخص اللي خليني أقول وقفت فعلا بشكل فعلي حياته، أنه لا في مدخول ولا في أي شيء وواقف عن الحركة تماما. فتطوير الذات خلينا نقول أنه أنا لما في عندي ثغرة بسيطة كتير وبروح بسأل عنها وبدور عليها وببحث أني أنا طورها، أو أني أنا خليني أقول سد هاي الفجوة عندي، فهذا لا بده خليني أقول مورد ولا بده شيء، بالعكس مع الوقت هو بصير بيدخل لي مورد. نعم مريم، يعني مثل ما كانت عم تحكي ليا أنه يمكن كتير الحكي النظري العالم ما عاد تتقبله، وخاصة مثل ما قلنا أنه يمكن هلأ الدخل الواحد للأسرة ما عاد بكفي، فدايما عم يبحثوا عن عمل تاني حتى يقدروا شوي يلبوا الاحتياجات العامة للأسرة. تمام. فخلينا نحكي اليوم في عمل، هو موظف بعمل أو عم يشتغل شغل بده يدور على شغل تاني، كيف يطور من حاله ومن ذاته، يختار العمل اللي بيناسبه، يعني مو أي شيء ما ينجح فيه بس لمجرد أنه العمل وما يرتاح فيه، لا، شيء فعلا يكون راضي وبنفس الوقت بيطور ذاته بيمكن بدخله مدخول منيح. شوفي، أهم نقطة بتطوير الذاتي، أو خليني أقول مو أهم نقطة، أول نقطة هو أنه بمعنى أعرف نفسك، يعني أنه الشخص لما بيعرف حاله بيعرف مين هو، بيعرف شو أنا، وين بقدر، وين بنجح، وين بنجز، يعني بيعرف الشخص، بيواجهه بنفسه تماما، وبيعرف الشخص هو شو إمكانياته. يعني مو شخص يروح يشتغل بشغل هو ما له شغله أو ما على نفس السوية تبعه. فهو أول شغلة بالتطوير الذاتي أنه هو بيعرف نفسه تماما، بيتعرف على نفسه، من خلال معرفته بنفسه هو رح يعرف هو أنا شو بناسبني،
وين بقدر انا اشتغل وين بقدر انتج. فهو مثل ما حكينا ما رح يروح يشتغل او يضيع وقته بانه يجرب هي وهي وهي وهي. فلما انا بشتغل وبعرف حالي بالضبط انا بقول لك مباشره مجرد ينعرض علي اي شغل. او وكمان شغله ثانيه بتطوير الذات نحن بنعرف انه انت بتروح باتجاه الاشياء اللي انت بتحبها مجرد ما انت حبيتها رح تنتج فيها. أكيد. مجرد ما انت كان عندك شغف فيها رح تنتج فيها. فكل هي الامور بالخطوات الاولى من تطوير الذات لما الشخص بيعرفها تماما ما بيضيع خلاص بيعرف تماما وين بده يروح. تمام مريم، يمكن اي شيء الواحد بده يعمله بالحياه بده دعم، بده حدا رفيق، بده حدا سند، بده مجتمع يعمله دفعه لقدام مثل ما بنقول. خلينا نحكي اليوم خلال تطويرنا الذاتي باي مرحله نحن بحاجه لانه حدا يقول لنا برافو، حدا يقول لنا صح عم تشتغلوا صح. يعني دائما الواحد لحاله ابدا ما فيه يكفي الطريق 100%. انت عم تسالي انه اي مرحله نحن بحاجه. شوفي يمكن خليني اقول لك من ما بيقولوا من العمر صفر للعمر صفر، يعني من اول الطريق لاخر الطريق نحن بحاجه لدعم وسند وناس تاكد. بس خليني اروح للاشخاص اللي ممكن يعارضوك او يحطوك. بدي اتوجه لهدول الاشخاص بانه انت في اكثر منه انه انت سكر اذنك. يعني اذا شايف انت صح وعم تشتغل صح سكر اذنك، لانه مثل ما حكيت انه ما في اكثر منهم. وبالنسبه للدعم كمان يعني ما لقيت حدا يدعمني، فما في احسن ولا افضل من الشخص هو فعلا يضل تحفيز ذاتي، هو يحفز نفسه هو يشتغل. خلينا نحكي عن هاي النقطه، كيف اذا حدا لحاله بده يطور ذاته بحاجه لدعم، كيف نحن فينا نحفز حالنا وندعم حالنا ونطور حالنا؟ كيف؟ لما بتكون الرؤيه واضحه، لما بعرف انا وين رايح. ما في تدريبات؟ يعني اول شيء لازم تدريبات. اوكي هلا شوفي احنا لما حكينا من شوي درجنا بالموضوع شوي شوي، لانه هو احيانا انا بحكي شيء فانت بتتذكري سؤال او بيخطر لك سؤال. درجنا فيها بانه نحن اول خطوه بالتطوير الذات هي انه انا اعرف حالي بعدين وبعرف قدراتي وبعرف امكانياتي و الى اخره، بعرف انا وين ممكن انجح، وين شغفي، وين الاشياء اللي بحبها، وين الاشياء اللي لازم طورها، والاشياء اللي اوكي منيحه بس انا لازم استمر فيها. يعني انت ما في شوفي بدي اشتغل بشغل معين او بدي سند او مثل ما عم تقولي انا كيف ممكن حفز نفسي. لما بتكون الرؤيه واضحه وهدفي واضح انا لوين متجه بكل الطريق، انت عم تقولي تدريبات بكل الطريق، صدقيني انا مره من المرات عم بعمل تسجيلات لدوره اونلاين، فلما طرحت الموضوع وعم بحكي فيه وكذا انا قلت لحالي برافو، يعني انه انا حكيت بشيء انا ما يعني ما كنت محضرته ابدا يعني، بس خلص انا في هدف معين انا بدي اروح وصل له. لما بيكون الهدف واضح، وانت بتعرفي وانا بعرف انه الاشخاص اللي بينجحوا لما في كثير ناس بتحبطهم او في كثير ناس بتزعجهم بالطريق او بتكون لهم عائق، كيف تجاوزت؟ كيف بيقول لك لحالي خلص انا بعرف وين رايح، انا بعرف شو الهدف اللي انا رايح باتجاهه. التحفيز اول شيء مثل ما قلت لك اعرف انا وين رايح وليش انا رايح، يعني مو بس لوين كمان ليش، لانه ليش هي دائما احنا بنحكي فيها انه هي بتشتغل اكثر من لوين رايح. مين بدي اخدم بهذا الطريق؟ كل هاي القصص لما بتجتمع وانا بعرفها التحفيز بصير ذاتي وبيشتغل لحاله الشخص. طب مريم خلينا نعطي هيك نصائح لكل اللي اليوم يمكن عندهم ضياع بمعرفة قدراتهم أو يمكن شك خلينا نقول لبناء الثقة ليقدروا فعلا يطوروا من ذاتهم ويوصلوا للهدف اللي هن حاطينه. تمام شوفي سنة الله بالكون هو التوسع والتجديد، ودائما الكون كلياته كل عشر ثواني الكون بجدد طاقته، فنحن اقل شيء نكون متناغمين مع هذا الكون ونحاول انه نحن نتعلم كيف. في مليارات الاليات انه انا اسال وابحث واعرف، اسال اني انا ممكن اسال مدربين، ممكن اسال عن دورات، ممكن اسال حالي اول شيء انا شو بدي، يعني انا شو اللي بدي اياه. صح تمام. هلا هون يمكن حطيتي ايدك على الوجع، انا شو بدي؟ بتعرفي هذا السؤال يعني ما حدا عم يجاوب عليه باغلب الدورات لما بساله هي الصفنه تبع، يعني كاني انا ماني سالحه. هي بالتطوير الذاتي هون بتفتح افق عندك انه ما في ترتيب اولويات، يعني منضيع في عجبتنا طبعا. شوفي مصفوفه القيم مثل ما عم تقولي انت نصائح، حط مصفوفه قيمي، يعني انا شو القيم، شو الاشياء القيمه عندي بالحياه وانا بوجودها انا حياتي بتصير ظريفه، بحطها بحط المصفوفه القيم ببني عليها هدفي، بعرف انا وين رايح. مثل ما قلت لك يعني انت لما بتقولي انه انا شو بدي، اسال حالي الاسئله اللي ولا مره خطر على بالي اني انا اسالها، بكتبها بتتوضح شويها بتبلش الصوره تبين عندي وبعرف لحاله الشخص بيعرف يروح بيسال. يعني الكتابه بيقولوا بتساعد بمرحله من المراحل، هي اهم شيء، اهم شيء انه انا اكتب وهي المرحله الاولى. بالمرحله الاولى بسال حالي
أنا شو بدي؟ عن جد هذا سؤال كتير مهم. وأول مرة ما تجاوب عليه، تاني مرة، شوفي بيتجاوب إذا الشخص يعني إذا الشخص بده بيتجاوب، لأنه هو بيسأل هذا السؤال وبيترك نفسه. يعني واحد من أهم التمارين. هي بدها جرأة يمكن، صح؟ طبعا. جرأة وترتيب طبعا أفكار. لأنه هو الشخص بيعرف، بس عم يعتم على اللاواعي، عم بيحاول إنه ما يخليه يطلع. فبس يكتب أنا شو بدي، طيب هو التمرين إله والفائدة إله، وقاعد بينه وبين حاله. وهو مثل ما حكيتي نقطة كتير مهمة، إنه أنا كتير بتعرض لأشخاص هي بتعرف الجواب بس تقولك ما بعرف، يعني ما عندها جرأة. هاي تطوير الذات كتير مهم، يعني بيخليك، قلت لك شو قلت لك أول خطوة، تتعرفي على حالك، تعرفي أنت شو. فتسألي أنا شو بدي وتجاوبي، تترك اللاوعي يجاوب. كيف بتتركيه؟ لما أول شيء وعيك بيجاوب بتضبطي الجواب مثل ما أنت بدك وكذا، وبتسردي. لما بتسردي بيطلع اللي باللاوعي. يمكن شو بدي اليوم غير بشو بدي بكرة، فينا نعدل حتى. خليني يعني. أقول لك كل لحظة أنا ممكن أعدل وممكن بدل، بس أعرف يعني أنا في عندي قاعدة أساسية في أشياء. خليني أقول لك ممكن ما بتتبدل، هي أشياء أساسية، عناوين عريضة، أنا لوين رايح وشو بدي. أما الرغبات اللي هي متجددة وكل لحظة وكل هذا، نحن أكيد يعني بس مثل ما قلت لك نشوف يعني نواجه نفسنا ونعرف نحن شو بدنا، لوين رايحين. من هون بتنطلق نقطة التطوير الذاتي. من هون خاصة هلا في كمان كثير من الطلاب اللي تخرجوا من الجامعة مثلا، او هلا بدهم يتخرجوا، عندهم فحوصة للتخرج وبدهم يدخلوا على سوق العمل. طبعا. يعني بتنصحيهم بدورات تطوير ذات قبل ما يفوتوا على الجانب دورات، في دورات العملي. حتى بتقول لك بتوجههم باتجاه التخصص المناسب. خلينا نقول في دورات مجانية مشان كمان اي طبعا في دورات مجانية وفعلا مجانية وموجودة بكثير جهات انا بعرفها، انه بيوجهوا او بيعطوا دورات هي ل حتى يقولوا للشخص او بدراسه معينه هو شو التخصص اللي بيناسبه اكثر. عرفتي كيف بيوجهوه اكثر وبناء عليه، يعني مثل ما حكيت لك لما بعرف شو لوين الطريق، لما بعرف الطريق انا خلص راح اعرف شو مستلزماتي بهذا الطريق، شو الادوات اللي انا لازم اخذها معي لحتى اكمل بهذا الطريق. تمام. يعني هي شيء كثير مهم وشيء كثير حلو التطوير الذاتي، وانه هي تصير عن جد ثقافه بكل بيت وبقلب كل شخص. مريم قبل ما نختم مع حضرتك خلينا نحكي شويه خطوات سريعه فينا نطور حالنا وذاتنا بالبيت، وخاصه لكل ستات البيوتي اللي عم يتابعونا هلا يلي هن قاعدين بالبيت. طالما جبتي سيره ستات البيوت، اول شغله ايقاف النقد. يعني انا وقف نقد، وقف يعني هي القصه دائما نقد الذات. طبعا نقد الذات طبعا، ايقاف النقد للنفس. يعني دائما الستات عندها مشكله بهذا الموضوع، نقد ايقاف النقد الذاتي والنقد الخارجي، يعني عدم استقباله ما بستقبله. بعدين ببحث عن مصادر مثل ما حكينا انا شو بدي عرفتها، هيك خطوه اولى انا بعرفها شو بدي اياها. طيب المصادر، ما بروح على اي مصدر، يعني مصدر معلوماتي انا، حتى المصدر نفسه انا ببحث، يعني هذا المصدر مصداقيته، نتائج عنده، في نتائج ملموسه، يعني هو كشخص عم يعلم الناس شو النتائج عنده على مستوى حياته هو. بعدين انا ما في نقطه كمان بالنسبه للستات، دغري بتاخذ معلومه وبتروح بتنقلها. المعلومه دائما بتجي للشخص هي وطاقتها، يعني بتحسي انه انت لما بتتعلمي شيء جديد كثير بتكون في طاقة، فهي دغري بدها تنقلها. وهذا الشيء انا بدي اقول هون معلومه كثير مهمه طاقيا، لما انت بتنقلي المعلومه قبل ما انت تطبقيها يعني تستفادي منها، فخلص طاقتها بتروح، بدليل انه انت بتجيكي شيء، بيجيكي خاطر او بيجيكي فكره، كثير بتكوني متحمسه، بتقولي بكره بعده اللي بعده، بعد يومين ثلاثه بتحسي الفكره ببالك بس انت راح الحماس ما عاد موجود. فاكثر شيء وافيد شيء لك انه انا اطبق الشيء اللي انا طبقه، وخلي النتيجة تظهر، وخلي العالم تتعلم بدون ما أحكي، بدون ما أقول. لأنه كمان في ستات دائما لما بتروح بتحكي أنه أنا بدي أتطور وبدي أتعلم، فبتلاقي نقد شديد. صح. تمام. نقد شديد. ليش قلت أول شيء وقف النقد؟ فبتوقف النقد الخارجي والداخلي، ويفضل ما تحكي، يعني هي الرحلة كتير مهمة. أكيد. فمتى ما بلشت فيها ضل ساكتة، جلد الذات كمان، ضل ساكتة لتوصل بس لخليني أقول كم خطوة، تبلش عندك كم نتيجة، بعدين أوكي اللي بيسأل بجاوب، أما ما بجي أنا بتبرع لحالي وبحكي وبنصح. أكيد أهم شيء يمكن يا مريم أنه كل حدا يحب حاله ليقدر يطور طبعاً من ذاته. وشكراً كثير لك على يمكن المعلومات اللي عطيتينا إياها، والمهمة كثير بهذا الوقت يعني تحديداً. شكراً لوجودك معنا مريم.